خلينا نتكلم عن مجمل مباريات عمرو السيسي مع الفرقتين اللي لعب بألوانهم، سواء طلائع الجيش او نجوم المستقبل. لعب 125 مباراة، قدر ان هو يحرز 3 اهداف وصنع 5 اهداف. طبعا الماتشات دي كلها متقسمة او متوزعة على البطولات، سواء بنتكلم على الدوري المصري او كاس مصر او بطولة السوبر اللي قدر عمرو السيسي ان هو يحرزها مع فريق طلائع الجيش امام النادي الاهلي في موسم 2020. طيب نتكلم بقى عن الموسم اللي فات لعمرو السيسي مع فريق طلائع الجيش، واللي يعتبر افضل مواسمه من اول ما بدا يلعب بالنسبه للفريق الاول. احرز فيه 3 اهداف اللي احرزهم في مسيرته كلها، لعب 32 مباراه في الدوري المصري ولعب مباراه واحده في كاس مصر، وقدر ان هو يصنع 2. طيب الزمالك زي ما احنا عارفين قدر ان هو يدعم صفوفه في كل الخطوط تقريبا، خصوصا كمان خط النص اللي عنده فيه وفرة. يعني احنا بنتكلم على التدعيم الجديد بالنسبة لنادي الزمالك، احنا بنتكلم على زكريا الوردي، بنتكلم على دونجا، ده غير رؤى وامام عاشور ومحمد عبد الغني كمان اللي بيلعب في الحتة دي. طيب لما نيجي نبص مع الوفرة بالنسبة لنادي الزمالك هنستغرب شوية ليه نادي الزمالك ممكن يكون مهتم بضم عمرو السيسي. مهتم الزمالك بضم عمرو السيسي لان فريرة شاهد مباريات كتير جدا لعمرو السيسي وطالب إدارة نادي الزمالك بالتعاقد معاه. عمرو السيسي لعيب لعب طول عمره في مركز رقم 6، ده على الورق أو في الملعب، لعيب خط النص المدافع، لكن فعليا هو عنده مزايا تانية غير لعيب رقم 6 الدستروير. هو لعيب قوي بدنيا بشكل كبير جدا، بنشوف لقطات ليه عنده حتة الالتحام ان هو بيخش وبيلتحم، وكمان ما بيقدرش ما بيقدرش اي لعيب ان هو يقدر يخطف منه الكرة، بيعرف يحجز عليها بشكل كبير وما بيفقدش اعصابه او ما بيفقدش تحكمه في الكرة مع الضغط الكبير. شفنا اللقطات دي في مباراته قدام الاهلي في نهائي كاس السوبر، وخصوصا كمان قدام ديانج، لعيب قوي بدنيا جدا، لكن شفنا ان عمرو السيسي بيقدر ان هو يحتفظ بالكرة، وكمان بيعمل الفنت بجسمه كويس جدا وبيقدر ان هو يتصرف بيها بشكل صح. عنده ورك ريت عمرو السيسي من اكتر اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري اللي بتلاقيها بتجري وبتغطي مساحات في الملعب، لكن في نفس الوقت برضو ده مش معناه ان هو ما عندوش الحته الابداعيه. عنده الحته الابداعيه، يقدر ان هو يعمل كي باس كويس، لكن في نفس الوقت برضو ما يتمش الاعتماد عليه كلعيب رقم 8 او لعيب رقم 10 ان هو بيصنع اللعب. يعني في الثلث الهجومي عمرو السيسي ارقامه مش كبيره قوي في الكور الطوليه او الكور البينيه، بيلعب السهل، بيلعب الكوره السهله اللي بيسلمها من رجل لرجل، ما بيفقدش الكوره ومعدلات التمرير بتاعته كويسه في الثلث الدفاعي بتاع فرقته.